اوكي، انا قررت ان الفيديو ده انا هصوره بالموبايل، بس طبعا الصوت اللي انتوا سامعينه ده مش طبيعي ان هو يكون طالع من المايكات الداخلية بتاعت الموبايل. فالنهاردة انا هتكلم معاكم في الفيديو ده عن ازاي تصور فيديو بالايفون بتاعك بس تاخد انقى صوت ممكن تاخده من الفيديو ده، من غير ما تركب اي حاجة بعد كده في المونتاج، من غير ما تعمل اي حاجة اديتنج. انت بتاخد الفايل من الايفون عبارة عن فيديو واوديو بالجودة دي، لكن طبعا الموضوع في شوية حاجات كده وهتوصل شوية حاجات عشان توصل لكده. تعالوا بقى نشوف في الفيديو هتعمل ايه عشان توصل للنتيجة دي. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، والحقيقة كنت من زمان كده عملت فيديو بتكلم فيه عن ازاي تاخد انضف صوت للفيديوهات بتاعتك، او ازاي تسجل فيديوهات باحسن جودة صوت، وساعتها اتكلمت عن الجهاز الزوم الـ H6 اللي معايا النهاردة. وبرضه انا هتكلم النهاردة عن الموضوع ده لكن بطريقة مختلفة شوية. قبل كده كنت بتكلم عن ازاي تصور بكاميرا وكده تركب الصوت على الصورة في المونتاج والكلام ده كله عشان تاخد احسن جودة، وده حقيقي فعلا. لكن النهاردة انا هقولك ازاي لما تصور فيديو بالايفون بتاعك انت تقدر تاخد الكواليتي بتاعت الاوديو او بتاعت الصوت بجودة كويسة جدا ونقاء عالي جدا، من غير ما تعمل اي اديتنج بعد كده في المونتاج، لا هتركب صوت على صورة ولا تعمل اديتنج ولا اي حاجة. انت هتاخد الفايل كده فيديو زي ما هو من الايفون بتاعك لكن بكواليتي صوت عالية جدا. لكن كالعادة قبل ما اخش في التفاصيل بتاعة طريقة الموضوع ده، تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتدوس على الزرار بتاع الجرس اللي جنب سبسكرايب كده عشان تشوف الفيديوز الجديدة اول ما بتنزل على طول. الموضوع ده الحقيقة لقيته بيشتغل مع الايفون كويس جدا ومع الايباد، لكن مش شغال قوي مع التليفونات الاندرويد او الجالاكسي او السامسونج او كده. والحقيقة انا صورت فيديو كامل فاكر ان الموضوع ماشي كويس في الناحيتين، في الايفون وفي السامسونج، لكن وانا بمنتج اكتشفت ان السامسونج مختلفش اي حاجة قبل وبعد او بالمايكات الداخلية وبموضوع الزوم الـ H6 ده. فاضطريت ان انا اعمل فيديو تاني من الاول اقول لكم فيه ان الموضوع ده شغال على الايفون بس، لغاية بقى ما اكتشف موضوع او طريقة اشغل بيها الموضوع ده على السامسونج او الاندرويد. لكن بسيرش سريع كده اونلاين لقيت الموضوع مش سهل قوي او ما بيشتغلش قوي مع التليفونات الاندرويد. فالموضوع ده هيشتغل معاك كويس جدا لو انت معاك ايفون او ايباد، لكن مش لو معاك اندرويد او سامسونج او كده. التليفون اللي انا استخدمه عشان ابين الموضوع ده هو تليفوني الشخصي الايفون 12 برو، تليفون جديد جدا والمايكات الداخليه اللي فيه الكواليتي بتاعتها كويسه جدا، لكن برضو هتحسوا بالفرق كده زي ما هوريكم. وانصحكم تتفرجوا على الفيديو ده بهيدفونز عشان تلاحظوا الفرق، او لو انت مهتم يعني بالصوتيات قوي تحتاج تلبس هيدفونز كده عشان تعرف تميز الفروقات شويه. علشان تعمل الموضوع ده انت محتاج اوديو ريكوردر كده خارجي او مسجل صوت زي الزوم H6 اللي معايا ده، وتكون مشتري كمان ادابتر صغير كده من ابل يعني، والاصلي كمان، لان اعتقد ان اي حاجه مضروبه يعني او مش من الاصليه بتاعت ابل مش هتشتغل كويس. والوصله دي اسمها Lightning to USB كاميرا ادابتر. الوصلة دي الحقيقة $30، ودي طبعا طبيعة ابل في انها تقعد يعني تكوعك فلوس في كل الاكسسوريز اللي انت محتاج تشتريها. الحقيقة الاكسسوري اللي زي دي بتيجي حتى مع التليفونات السامسونج في العلبة، لكن ما اشتغلتش كده زي ما انتوا شايفين. ولو انت بتستخدم ايباد من الايبادز الجديده الايباد برو مثلا، ده بتكون الوصله بتاعته USB-C، فبرضه هتحتاج تشتري الوصله الاوريجينال من ابل اللي هي USB-C to USB-A ادابتر، يعني شبهها كده بس من ناحيه USB-C بدل ما هي لايتنينج، وبتشتغل بنفس الطريقه وبتاخد نفس النتيجه. وهتحتاج كمان ان انت تستخدم سلك ميني USB من ناحيه والناحيه الثانيه USB-A، وده زي السلك اللي بيجي اساسا مع الزوم اللي هو الناحيتين بتوعه ميني USB USB-A عادية جدا، عشان ده اللي هتوصله. الناحية دي اللي هي الميني هتخش في الزوم، والناحية الـ USB-A هتدخل في الوصلة بتاعت الايفون بتاعك، والوصلة دي ساعتها هتدخل في التليفون بتاعك والسحر كله هيحصل بعد كده. بعد كده في الوضع ده هتقدر تستخدم اي input موجود على جهاز زوم، زي ما كنت اتكلمت قبل كده موجود inputs يمين وشمال XLR، وبعد كده موجود كمان الكابسول اللي هي الاكس واي كابسول اللي موجوده فوق هنا، وممكن تغيرها بكابسول تانية عباره عن زي مايك كوره كده برضو بيجي مع الجهاز ده. اي input من دول تقدر تستخدمه، ولو عايز تستخدم اكتر من input كمان. وكل الصوت اللي طالع من الجهاز ده هيعدي في السلك ويدخل في التليفون، وتاخد الاوديو بتاع فيديو التليفون بالجوده العاليه جدا دي. طبعا الموضوع ده ينفع كويس قوي لو انت بتتكلم كده زي او بتغني او بتعزف مزيكا او اي حاجه يعني فيها صوت محتاجه بجوده عاليه، الموضوع ده هيفرق معاك جدا. كل اللي انت عليك تعمله ان انت تدوس على زرار المنيو اللي موجود على جنب في جهاز الزوم، بعد كده تختار USB، انك تفضل تنزل كتير جدا لغايه ما توصل لاختيار USB، او لو يعني طلعت واحده بس من الاول هتوصل برده USB اللي هي اخر اختيار. بعد كده تدخل في اوديو انترفيس، بعد كده تختار ستيريو ميكس، بعد كده تختار ايباد يوزنج باتري باور،
وده بيكون اخر اوبشن موجود عندك في الليستة. بس بما انك موصل بقى الزوم عن طريق الوصلة دي للتليفون، فمش هينفع تستخدم الوصلة دي عشان تدي للجهاز ده باور زي ما انا بعمل في الطبيعي. ما بعتمدش على البطاريات، لكن بوصل الوصلة دي في الفيشة وبيفضل يديني بقى كهرباء الى الابد. لكن في الحالة دي لازم تتأكد كويس ان انت حاطط بطاريات مليانة في الجهاز بتاع الزوم H6 عشان ما يقطعش منك في نص التسجيل او ما يعملكش اي مشاكل يعني. بعد كده تقدر تفتح بقى اي سورس من اللي عندك من الارقام دي بتاعت المايكات على الجهاز بتاع الزوم، وتظبط بقى الليفلز بتاعتك زي ما انت عايز عن طريق الاربع بكرات الموجودين على جهاز الزوم، وتاخد بقى نتيجه عظيمه جدا من الاوديو. وبرده هرجع اكد عليكم ان انا ما بعملش اي اديتنج في المونتاج بعد كده، ان انا اركب صوت من الزوم على الصوره بتاعه الايفون ولا اي حاجه. انا باخد فايل الفيديو من الايفون بالاوديو اوريدي جاهز بالكواليتي العاليه جدا دي. تعالوا بقى موريكم كده امثله يعني للموضوع ده، وهتقدروا تلاحظوا الفرق ما بين المايك الداخلي للتليفون وبعد كده الوصله بتاعه الزوم والمايك الانتي جي 4 بلس والكلام ده ولا لا. ولو لاحظتوا قولولي في الكومنتس برضو. ده كده صوتي من المايك الداخلي اللي في الايفون 12 برو. انا اتوقع برضو ان الصوت يطلع كويس بصراحة عشان المايكات بتاعة الايفون 12 برو كويسة جدا، لكن ممكن تلاحظوا الفرق. لكن حاليا ده صوت الايفون 12 برو من المايكات الداخلية بتاعته من غير ما اكون موصله على اي حاجة. دلوقتي انتوا سامعين الايفون 12 برو بس وهو متوصل مع الزوم H6، وكمان متوصل على الزوم H6 المايك الرود الانتي جي 4 بلس اللي انتوا شايفينه فوق هنا. فالصوت جاي من المايك ده للزوم ومن الزوم للتليفون، وفي الاخر فايل الفيديو اللي انا واخده من الموبايل هو في الصوت اللي بالكواليتي العالية دي. برضه عشان اتأكد ان الصوت جاي من المايك الرود، هتلاقوا كده ان الصوت وانا بقرب كده صوتي انا مغطيه خالص، فالمفروض المايك ما يلقطوش بتاع الموبايل، لكن الرود الانتي جي 4 بلس هتلاقوه هو اللي لاقط الصوت. زي ما انتوا شفتوا كده بتهالي ان الفرق واضح يعني في الكواليتي بتاعت الصوت. وبس كده، دي كانت الطريقه بتاعت ازاي تاخد اوديو كويس جدا من الفيديو بتاعك اللي بتصوره بالايفون بتاعك. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف الفيديوز اللي زي دي كده اول ما بتنزل على طول. اشوفكم في الفيديوهات الجايه، سلام.